ربي روحوا بقى روحوا. ليش ما عم ينضف؟ أنا مسحت بصمات رفيقتك، بس في وحدة هنيك مسحيها وبعدي أنفك الكبير شوي. مسحي يلا. يا ريت تخبري رفيقتك إنه من اليوم ورايح وقت تعمل قصة سرية ما تحط برفان، تمام؟ شو اللي كان بتكون ياه؟ أي شي ممكن يفوتك على السجن، واثقة في ألف أو يمكن أكتر من هيك. كتير متحمسة لتفوتني على السجن؟ طبعاً، لو تعرف قديش منتظرة اللحظة اللي شوفك فيها مسجون. معناها رح تجي تزوريني؟ رح زورك لأشمت كل أسبوع كمان. أكيد ما رح أحرم حالي متعت إني شوفك مشلوف بالسجن وزليل يا فرهاد. طيب وإذا ما قدرتي تسجنيني؟ إذا ما قدرتي توصلي لشي؟ أخي بيوصل. كأنه كتير بتوثقي بأخوكي. كتير موثق فيه أكتر من الناس كلهم. رح يجي يوم ويحط الكلبشات بإيديك ويدفشك مثل الكلب لجوات سيارة الشرطة وأنا عم بتفرج. وشو بعدها؟ وبعدها كل أولاد اللي يتمتن وكل الناس اللي حرمتن من أهلن وكل الأمهات اللي بيكيوا على أولادن رح ياخدوا حقهم منك ومن كل حدا بعيلتك، أنت نامق وكلابكن. وبعدها؟ إيه شو بعدها؟ وبعدها بدكن تفوتوا على السجن 10 سنين أو 20 أو يمكن مؤبد، ما بعرف. شو رح تعملي وقتها؟ شو دخلك؟ طيب إليك أنا؟ تفضل. رح تضلي تروحي على المستشفى، رح تكملي لعبة ملاك الخير تبعك وتكملي مع رفقاتك اللي موبايلاتهم أزكى منهم. رح تقضوا وقتكن وانتو عم تحكوا بسيرة فاضية وما منها فايدة، بتعيدوا السيرة ألف مرة وبتخبريهن قديش كنتي مظلومة. ما بعتقد بنوم. اعتقدي الأيام اللي عشتها معك بدي امحيها من ذاكرتي للأبد. رح امحيها وامحي كل شي بخصك، فهمت علي؟ أول ما بعد عنك رح فيق الصبح وقول هالكابوس خلص. رح تروح بلحظة واحدة وبسهولة. اطلعي يا غرفتك، اطلعي. رح أمحيها وأمحي كل شي بخصك، فهمت علي؟ أول ما في الصبح رح أقول هالكابوس خلص. رح تروح بلحظة واحدة وبسهولة.